بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. استكمل معاكم الأعزاء أبنائي وبناتي في المستوى الخامس من التعليم عن بعد، وقلت لكم هنا بقى الله اللي شفنا كده مع بعض قسنا الكفاءة او الانتاجيه، لان زي ما اتفقنا هما الاثنين عباره عن علاقه نسبيه بين المخرجات والمدخلات. وكان المثال اللي احنا خدناه على المصنعين، اللي اشرنا اليهم وقلنا ايه بقى الحكايه. قلنا والله المصنع الاولاني اللي هو بينتج 100 حقيبة عدد العمال اللي موجودين فيه كانوا 20، يبقى 100 على 20 بقت 5، 100 على 20 بقت 5، يبقى كفاءة العامل أو إنتاجية العامل هي 5 حقائب أسبوعية. المصنع الثاني بينتجوا 80، الخمسة أيضا 5 عاملين، 80 على 5 لو وجدناها 16، يبقى إذن كفاءة العامل أو إنتاجية العامل في المصنع الثاني كانت 16 حقيبة في الأسبوع. إذن واضح أهو إنه المصنع الأولاني كفاءة العامل فيه أعلى من كفاءة العامل في المصنع الثاني، أو إنتاجية العامل في المصنع الأول أعلى من إنتاجية العامل في المصنع الثاني. تمام؟ يبقى إذن هنا الكفاءة أهو نسبية ما بين المصنع ده والمصنع ده. لما جينا بقى نشوف، طيب تعالوا الفعالية ان احنا نبيع، المصنع الاول وجدنا انه بيحقق مبيعات مقدارها 10 حقائب في الاسبوع، بينما المصنع الثاني بيحقق 16 حقيبة في الاسبوع مبيعات. يبقى كأنه فعالية المصنع الاول هي مجرد 50%، هو لا يحقق مبيعات، لا يحقق هدفه الا بنسبة 50%. المصنع الثاني فعاليته 100% لانه بيحقق نسبة المبيعات كاملة. إذن المصنع الثاني أعلى فعالية من المصنع الأول، وبالتالي أنا بقى بتكلم استراتيجيا كأستاذ في التسويق أيضا، بقول إنه طيب على المصنع الأول إنه يبذل قصارى جهده حتى يرتفع به المبيعات إلى إن إحنا نبيع بيعا كاملا كل ما يتوفر لدينا من إنتاج، لأنه وجود ركود ده بيؤثر على الفعالية، يؤثر على قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح، يؤثر على الجوانب الاقتصادية اللي موجودة فيها. على العموم أبنائي وبناتي، يجب أن يكون واضحا في أذهانكم جميعا أنه سواء كنا نتحدث عن الكفاءة أو كنا نتحدث عن الإنتاجية، فإن الأمر يرتبط بوجود مقياس بنقيس بيه بقى إيه؟ بنقيس قدرتنا على التنافس، التعامل مع منافسين، قدرتنا على تحسين مستوى الحياة ومستوى المعيشة للعاملين داخل المنظمة، قوة مركز المنظمة في التواجد الاستراتيجي في السوق، لأنها بتستثمر موردها استثمارا اقتصاديا. يعني لما تيجي تعمل مقارنة بين التكلفة والعائد، بتثبت انه المنظمة ادائها اداء اقتصادي، يعني بتحسن استغلال مواردها، يعني لا يوجد لديها لا فاقد ولا تالف ولا هدر في الموارد، وبالتالي تستطيع ان تحقق ما تصبو اليه. ارجو ان يكون واضح ابنائي وبناتي الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها فيما يتعلق بالفعالية والكفاءة والإنتاجية. نيجي بقى على مصطلح آخر من المصطلحات الهامة اللي بنجد إنها أيضا كثيرة الشيوع، نستخدمها من المصطلحات الشائعة في مداولاتنا ومناقشاتنا الإدارية، ولكن أيضا للأسف بيحصل إما إبهام أو غموض وإما عدم اتفاق، مفيش فهم مشترك بالنسبة لها، أو يحدث خلط ما بينها وما بين غيرها من المصطلحات الإدارية الاستراتيجية.
الثقافة الاستراتيجية هي مجموع المعتقدات والقيم والرموز والطقوس والتوقعات. أنا داخل المنظمة بتكلم على ثقافة تنظيمية، يبقى قيم، عادات، تقاليد، معتقدات، رموز، طقوس، كلها تتم يؤمن بها، يعتقد فيها، يتم تبنيها، يتم تقاسمها من مين؟ من أعضاء المنظمة، وتنتقل من جيل تنظيمي إلى آخر، تنتقل من جيل تنظيمي إلى آخر، بحيث تشكل أسسا ومعاييرا وأنماطا للسلوك التنظيمي المقبول. نحن هنا حريصين على ان احنا نتعرف يا ترى الاداء بتاعنا كيف يكون مقبولا، متى يكون مقبولا، ايه الاسس بتاعكم. هنا بتاتي الثقافه التنظيميه اللي بتحط لي بقى المسطره اللي بقيس عليها، المعيار الذي يحدد لي ما هو مقبول وما هو غير مقبول. الثقافه التنظيميه اي التي توجد داخل المنظمه هي نسيج، هي نسيج، نسج من ايه؟ نسج من القيم، نسج من المعتقدات، نسج من الطقوس، التوقعات اللي بتبقى موجودة داخل المنظمة ويتم ترسيخها جيلا بعد جيل. الجودة، الإبداع، الانتماء، خدمة العميل، الولاء، الاعتناء بالعميل، اسعاد العميل، التوسع، النمو، كل هذه وغيرها يمكن ان تكون قيما ورموزا وطقوسا تؤدى داخل يعني مثلا اديكم مثال صغير قوي. كانوا قريب كده كاتبين على احد مواقع السوشيال ميديا بيتكلموا عن العاملين في احد الشركات اليابانية، بيقولوا انه العامل لما ياتي بسيارته الى حيث مكان الباركينج الخاص بالسيارات، فطالما كان جاي مبكر فانه يذهب فيضع سيارته في مكان بعيد عن مدخل المصنع. لماذا؟ لانه يترك المكان القريب للاشخاص الاخرين اللي اضطرتهم ظروفهم انه يجوا متاخرين، فبيبقى تحت ضغط الوقت، فترك له مكانه حتى يستطيع ان هو ما يضيعش وقته في ايجاد مكان لايداع السياره، وحتى يستطيع ان يلحق بعمله. الايثار، الايثار يؤثر، يعطي اولويه للعاملين، يعمل في اطار اجتماعي قائم على الجماعيه، مش انا ومن باب الطوفان وانا مالي من اللي يجي ومن اللي ما يجيش، لا ابدا، هو يشعر بالاخرين وياخذهم بعين الاعتبار ويسعى الى ان يرسخ هذا المفهوم. هو مش محتاج حد يراقبه، مش محتاج حد يشوفه، لكنها قيمه راسخه في اذهانه. زي ما بنتكلم على الجوده، زي نتكلم على الاتقان، اليابانيين لما يقول لك انه الخطا الذي تعرف اسبابه لا يمكن أن يتكرر إلا عن عمد أو عن إهمال. اسمحوا لي بالمناسبة لي أقص على حضراتكم قصة جميلة قرأتها عن مثل هذه الثقافة اليابانية فيما يتعلق بإجادة العمل. القصة بتقول أحد الشباب اليابانيين كان يعمل في إحدى الشركات، وبعدين يبدو ان هو انتسب للدراسة في الجامعة زي حضراتكم كده بتعمله، انتسب للدراسة في الجامعة، تطلب الامر ان يذهب للجامعة يوميا ما بين الساعة 12:00 ظهرا الى الساعة 2:00 مساء، يعني يقعد ساعتين من 12 لـ2. طلب الاذن من مديره الذي اذن له شريطة ان يجلس بعد انتهاء الدوام لمدة 2 ساعة ليستكمل الاعمال الخاصة به، يعني العمل المكلف به او المهام المكلف بها، روح الجامعة ولكن تأتي
فتستكمل اليوم العملي الخاص بيك بالساعتين دول تكمله. الى الان الامور طبيعية ما فيش فيها اي مشاكل، ولكن لاحظت ام هذا الشاب انه كأنه كده جارتها قاطعنها، مقاطعنها الكلمة هاش. حين التقت بإحدى الجارات وسألتها إيه مالكم بتغيرين من ناحيتي ليه؟ اسمعوا بقى الكلام العجيب، شوفوا 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 كيف نهضت هذه المجتمعات. قالت لها ألا تلاحظي سلوك ابنك ابن مالك؟ قالت لها يأتي كل يوم متأخرا عن موعد العودة ساعتين. لا ده الحكاية دي أصلها خطيرة. ليه؟ من تقاليد العمل في البيئة اليابانية انه بيتعمل الفحص لكل الوحدات المنتجة يونت باي يونت، وحدة وحدة، كل وحدة بنفحصها، كل مرحلة بنتأكد من توافر عوامل الجودة. فإذا كان هناك وحدات معيبة بتستبعد على أن يستمر الشخص الذي تسبب في هذا الإنتاج المعيب ما بعد انتهاء الدوام ليصلح الأخطاء بتاعته أو يصلح الإنتاج المعيب. إذن القاعدة ايه؟ ان احنا بنخلص شغلنا وبنمشي في توقيت واحد. لماذا؟ لاننا نتقن عملنا. ولكن لاننا نتقن عملنا، ولكن اللي عنده انتاج معيب او عنده اخطاء يتبقى يجلس بعدنا ليصلح هذه الاخطاء. الجارة لاحظت ان ابن جيرانهم يأتي متأخر واستمرت بقى يوم واثنين، الدراسة في الجامعة مستمرة، فما قالتش وانا مالي ما بشغلش نفسي. لا، اخذوا موقف الجارات، اخذنا موقف من ام هذا الشاب ليشعروها ان هناك سلوك غير مرغوب. قالت لها يعني، قالت لها هذا يعني ان ابنك انتاجه معيب، لا يتقن عمله، ابنك ما بيديش الشغل حقه، ومن العار أن يكون لنا جار لا يتقن عمله. شايفين القيمة؟ هاي دي بقى اللي أنا بسميها الثقافة، دي ثقافة عامة، لكن أنا بقى يعني بنتكلم على تنظيم، أي الثقافة التي يؤمن بها ويعتنقها ويتقاسمها أعضاء التنظيم الواحد أو العاملين في منظمة واحدة. لكن أنا بوريكم، شوفوا الإجماع على أن تكون هناك قيمة نؤمن بها، نعتنقها، نمارسها، نحافظ عليها، نأخذ على يد من يخرج عليه. طبعا احنا في يعني ثقافتنا الإسلامية الكثير من القيم، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، عندنا قيمة الوقت والحفاظ عليه، عندنا المنكر وكيفية التعامل معه، اشياء كثيرة في ثقافتنا. على انني اود التأكيد على انه ال وجود القيمة، مجرد الوجود مش هو ده المهم، ولكن المهم التطبيق. هنا بقى عشان سمناه ايه؟ اعتقاد، معتقد. بيتم تقاسمه، يعني يتم توارثه جيل بعد جيل داخل المنظمة الواحدة. عندنا معتقدات، عندنا قيم، عندنا رموز، عندنا طقوس معينة، توقعات معينة، كل هذه العناصر. مثلا اديكم مثال برضو لطيف، لما شفته في كاس العالم، في مباراة كاس العالم الأخيرة، الجمهور الياباني في المدرج بعد ما انتهت المباراة قام في شكل جماعي بتنظيف المدرج اللي كانوا موجودين فيه. قيمة معينة، قيمة النظافة، واخدين بال حضراتكم؟ هذا هو المقصود، أن تكون لدينا معتقدات وقيم ورموز بنبقى مؤمنين بها، بنطبقها، بتضبط سلوكنا، بتحكمه،
بتحدد لنا ما هو مقبول وما هو مرفوض. الذي يتفق مع ما تؤمن به الجماعة يبقى ده مقبول، أما غير ذلك فبيبقى إيه؟ بيبقى مرفوض. طبعا الثقافة التنظيمية عادة ما تستوحى من العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع، العادات والتقاليد والتصرفات الاجتماعية، الممارسات الاقتصادية. أيضا النواحي الإيمانية بتعتبر من أهم مصادر الثقافة، لأنه لا يتوقع أو لا نتخيل أن تكون هناك قيمة تنظيمية أو قيمة ثقافية تنظيمية متعارضة مع جانب روحي أو جانب إيماني أو جانب عقيدي بالنسبة للأفراد. ما ينفعش، لا لابد أن يبقى فيه تكامل ما بين القيم. وعشان كده احنا في معتقداتنا أن الدين المعاملة، الدين المعاملة تعاملي، يعني لما نقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما ينفعش اصلي واعمل الحاجات دي. فهنا بقى التكامل ما بين سلوكي وما بين ما اعتقد وما اعتنق وما اؤمن به، فدي مسألة مهمة جدا. يبقى احنا عندنا لخصنا الثقافة التنظيمية، اي تلك التي تكون تسود وتضبط السلوك داخل المنظمة، وهي عبارة عن قيم، معتقدات، تقاليد، يعني طقوس، توقعات، وبتبقى خلاص بتترسخ بحيث انه جيل بينقلها الى جيل بينقلها الى جيل، وبتعتبر مؤشر وتعتبر مقياس موضوعي تفصل ما بين السلوك الذي يقبل والسلوك الذي يرفض، السلوك المقبول والسلوك المرفوض. هذه الثقافة لا تأتي من فراغ، هي لا تأتي أيضا من مجرد الممارسات التي تتم داخل المنظمة، ولكنها أيضا تستمد، لأنها لازم تبقى متوافقة مع قيم المجتمع، لازم تبقى مستمدة من ثقافة المجتمع. فهي بتأتي من المعتقدات، من التقاليد، من التصرفات الاجتماعية، من الممارسات الاقتصادية، وقبلهم وفوقهم المعتقدات الإيمانية، بحيث أننا لا نتخيل وجود عناصر ثقافة تنظيمية متعارضة أو متضادة مع ما يسود المجتمع من ثقافة مجتمعية. لابد أن يبقى المسألة فيها نوع من الإيه؟ نوع من التناغم ونوع من التناسق ونوع من الترابط، عشان يبقوا إيه؟ الأداء أداء متكامل مع المجتمع. لا يمكن زي ما بقول اهو ان نضمن نجاح اي منظمة اذا تصادمت ثقافتها التنظيمية مع ثقافة المجتمع اللي موجودة فيه. لعلكم سمعتم مني قبل كده انني دائما اقول انه اسهل طريق لفشل المنظمة، اسهل طريق لفشل المنظمة هي انها تتجاهل او تتصادم مع قيم مجتمع، مع عادات تقاليد، مع عادات وتقاليد مجتمع. في تاريخ الاعمال مسجل ان احد المنتجات اليابانية حقق فشلا ذريعا في الاسواق العربية. يا ساتر، منتج ياباني، بما يعني ذلك انتاج اليابانيين بالجودة والاتقان وإلى آخره ويفشل في السوق العربية، لماذا؟ وجدنا السبب، سبب يعني بسيط لكنه ذو مغزى. فكروا كده يا ترى ايه اللي حصل. ها فكرتم ماذا حدث؟ اللي حصل انه الشركة اليابانية لم تكن على وعي كامل بالثقافة العربية، لم تكن على وعي كامل بدلالات الألفاظ، فأطلقت اسما تجاريا على منتجها. طب ماشي كلام جميل، إلا أن الاسم التجاري اللي هي انتقته كان كلمة غير مقبولة أخلاقيا في المجتمعات العربية، كلمة قبيحة
غير مقبولة أخلاقا. فطبعا بالتأكيد فشل هذا المنتج أنه يصل إلى المتعاملين أو يجد مكانه في الأسواق، وفشل فشلا ذريعا. إذن عشان كده بقول أسهل طريقة للفشل هو أنك تتجاهل أو تتصادم مع القيم والعادات والتقاليد السائلة في المجتمع، أي مع ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع وثقافة المنظمة مش مجموعة كتب بقى بنقراها أو مجموعة كتب بتصدر، لا، كلمة الثقافة التنظيمية أو كلمة الثقافة البيئية، ثقافة المجتمع، هي مجموعة القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع. وخلي بالنا التي تضبط السلوك. يعني إيه تضبط السلوك؟ يعني هي اللي بتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض من السلوك، إيه اللي ممكن إن احنا نتقبله وإيه اللي ممكن إن احنا ما نتقبلوش. وزي ما قلت الثقافة التنظيمية والثقافة المجتمعية كلاهما مرتبطان. الثقافة التنظيمية بتستمد أصولها وجذورها من الثقافة المجتمعية، بل وتكون متوافقة معها. عندنا بعد كده مفهوم مهم جدا وهو رسالة المنظمة. خلي بالكم أنا الآن أتحرك حثيثا، بخش بقى على جوهر الإدارة الاستراتيجية. أول حاجة عندنا اللي هي الـ Organization Mission. Mission رسالة المنظمة. رسالة المنظمة زي ما قلت لكم ببساطة شديدة يقولك reason of being، هي سبب الإيجاد. إن رسالة المنظمة هي الخصائص الفريدة للمنظمة التي تجعلها مميزة عن المنظمات الأخرى. اللي يفرق يعني ما نيجي نقول مثلا الزامل ومثلا الكفاح، الجبر، كل مسمى من هذه المسميات بيعكس منظمة ذات طبيعة خاصة. هذه الطبيعة الخاصة من أين تستمد؟ من هل من الاسم؟ لا طبعا، بتستمد من الرسالة، من الرسالة اللي هي ايه؟ سبب الإيجاد. من المهمة حتى المشهد احنا نقولها المهمة، مهمتي ايه؟ وانا لسه قايل لكم الآية الكريمة حول خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. تميز هنا بقى ايه؟ الإنس والجن مميزين بأنهم خلقوا للعبادة، كل سلوكهم يجب أن يكون لعبادة الله سبحانه وتعالى. إن رسالة المنظمة هي التي تكشف لنا عن الصورة، الصورة الذهنية التي تحاول المنظمة أن تكون عليها. دايما لما نتذكر نقول إيه؟ حين يذكر اسم المنظمة أو نتعامل معها، ما الذي يتبادر إلى ذهننا؟ ده اللي احنا بنسميه الصورة الذهنية، إنها تعكس المفهوم الذاتي للمنظمة، تدل على المنتج الأساسي، تدل على الأسواق التي تخدمها. يعني أول ما نقول كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن إحنا شركة بتاعة فنادق أو شركة سياحة أو شركة بترول أو شركة لإنتاج المنتجات الصناعية. لا، لما نقول كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع فيقصد بذلك مؤسسة تعليمية حكومية موجودة في جامعة اللي هي جامعة الدمام، هي تمارس العمل التعليمي، تقدم الخدمة التعليمية، تتيح الخدمة التعليمية، وهي تطبيقية فهي تتيح الخدمات التنمية والاستشارات بالنسبة للمجتمع. يبقى على طول كده من المغزى والرسالة بتاعتنا ايه؟ اننا نسعى الى، يعني ببساطة كده، نحن نوفر المعرفة لمن يطلبها ونطبقها لمن يحتاج الى تطبيق. ان رسالة المنظمة يمكننا القول رسالة المنظمة هي الغرض او السبب في وجودها، هي الغرض او السبب في وجودها، وهي تسهم في الاجابة عن السؤال الرئيسي، ما هو عملنا الجوهري؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا موجودين ليه؟ عشان كده قلت لكم سبب الايجاد reason of being، انها الغرض او السبب في نشأة هذا الكيان او في وجود هذا الكيان. وبالتالي بيبقى دايما السؤال اللي احنا بنطرحه، احنا بننشئ المنظمة دي ليه؟ لماذا؟
ما هو العمل الرئيسي الذي ستقوم به نحو مجتمعها ونحو عاملها نحو البيئة الخاصة بها، الدور اللي بتقوم به، الأعمال المنوطة بها، المهام الموكولة إليه، تمام؟ وبالتالي ده بيعكس التوقعات. من يتعاملون معنا يتوقعون ماذا؟ هل أنا بقول رسالتنا إن إحنا نقدم خدمة تعليمية أو تقوم على محاور ثلاثة، عملية التدريس الفعال وعملية البحث العلمي وعملية خدمة المجتمع؟ إذن من يتعامل معنا يعلم أنه إذا مؤسسة تعليمية لها محاور ثلاثة. يعني هل ممكن إن إحنا نلاقي حد جاي بيخبط علينا بيقول لو سمحتوا أنا مريض وعاوز خدمة صحية؟ لا، ليس هذا سبب وجود. واحد تاني أقول لحضراتكم، إحنا عندنا مثلا أحد البرامج اللي بنقدمها أو بننتهي منها الوقت اللي هو السكرتارية الطبية. بدل ما عندنا كلمة طبية يبقى حد يجي يخبط علينا ويقول أنا محتاج خدمة علاجية، نقول له لا، لأنه إحنا قلنا إيه؟ نحن نقوم على التعليم، إتاحة التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع في النواحي التعليمية. يبقى إذا الرسالة بتحدد سبب الإيجاد وبتحدد أيضا توقعات من يتعاملون معنا من المهام التي نقوم بها. الرسالة بتساعد المنظمة في الإجابة عن تساؤل مهم زي ما قلنا، لما وجدنا؟ ما هو المتوقع منا؟ ما هي الأعمال والسلوكيات التي سنقوم بها تجاه مجتمعنا وتجاه عملائنا؟ طبعا حاليا كده نقدر نقول أنه يشترط في الرسالة أن تكون واضحة، بحيث هذا الوضوح يساهم في تحقيق المنافع. يعني الشيء الغامض لا يمكن أن يتحقق، وإن تحقق فيبقى عليه خلاف. لماذا؟ لأن هناك غموض يكتنف وليس هناك اتفاق مشترك بالنسبة له. الرسالة كلما كانت واضحة ده بيساهم في أو بيساعد في أنه التوقعات لدى أفراد المجتمع بتبقى توقعات سليمة. مثلا عندنا بنك فيصل الإسلامي، رسالته هي تيسير المعاملات المالية المصرفية، تيسير المعاملات المالية والمصرفية بين الأفراد والمنظمات في المجتمع وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية. يبقى إذا قلنا بنك فيصل بنك، يبقى ده بيتكلم على معاملات مالية مصرفية ما بين الأفراد الطبيعيين والأفراد الاعتباريين، يعني ما بين الأفراد والمنظمات، أفراد والأفراد، أفراد والمنظمات، المنظمات والمنظمات. طيب خلاص، يبقى زيه زي البنك الأهلي، زي بنك قالوا هنا إيه بقى؟ لكن لما قالوا الإسلامي فإذا نحن على طول نتوقع هنا أن التعامل يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية. التعامل يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، مسألة الربا، مسألة يعني الـ 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 العناصر المختلفة التي تضبط الأداء المصرفي أو الأداء البنكي ما بين الأفراد والمنظمات تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية. وتوقع بقى أن في الهيكل التنظيمي يبقى في لجنة للفتوى وفي لجنة للدراسات الإسلامية وفي هيئة للمعاملات الشرعية وهكذا. لماذا؟ لأنه من الرسالة واضح أن هناك قيمة معينة وهناك غرض معين أنشئ من أجله هذا أو من أجله هذا البنك. من المصطلحات أيضا اللي بتهمنا في مجال الإدارة الاستراتيجية المانجيريال رولز أو مانجمنت رولز، قواعد الإدارة، قواعد الإدارة أو القواعد الإدارية. دايما خلي بال حضراتكم، نحن نريد انه الاداء داخل المنظمة او السلوك داخل المنظمة يتم وفقا لما هو مخطط، يساهم في تحقيق غايتنا وفي تحقيق اهدافنا وفي تحقيق ان احنا منظمة متكاملة متجانسة بتساهم في تطوير المجتمع. وبالتالي لابد يبقى عندنا قواعد، وأهم من وجود القواعد سأوضح الآن، أهم من وجودها أن تكون قواعد تطاع. توجد القواعد
ليس لمخالفتها ولكن لاستخدامها والانصياع لها، لأنها هي التي تؤدي إلى وجود السلوك المرغوب أو التصرفات المرغوبة بما يساهم في تحقيق ما نصب إليه. يعني إيه قاعدة؟ يعني أوامر أو تعليمات. القاعدة هي الأوامر أو التعليمات، وهي إدارية لأنها بتصدر من جهة اختصاص تنظم العمل في مجال إداري أو تنظيمي معين. يبقى إذن هي أوامر وتعليمات تصدر من ذي صفة، من صاحب اختصاص، من صاحب صلاحية، تنظم وتضبط وتحكم السلوك والعمل في مجال إداري معين أو في مجال تنظيمي معين، مش كده وبس، وهي تتضمن في طياتها في داخلها بيبقى بتشتمل على إيه؟ بتشتمل على الجزاء الذي يوقع على من يخالف هذه القاعدة. ما نقول قاعدة وجدت وتطاع فلازم يبقى فيها نوع من الباور، نوع من السلطة. من يخالف هذه القاعدة، من يخالف هذا الأمر، من يخالف هذه التعليمات يخضع للمساءلة، يخضع للجزاء، يخضع لوقوعة لعقوبة من خالف هذه القاعدة. يبقى كأنه القواعد دي أوامر وتعليمات بتنظم العمل وتتضمن، بتبقى مش يعني جزء منها يتعلق بتنظيم العقوبات أو الجزاءات التي توقع على أو تفرض على من يخالف هذه القواعد. بشكل أوضح نستطيع القول إنه القواعد الإدارية هي دي الأوامر والتعليمات التي تبين ما يجب وما يمكن القيام به، وتبين أيضا ما ينبغي الامتناع عنه. يبقى لاحظوا أبنائي وبناتي الأعزاء إن القواعد الإدارية هي موجهة للسلوك والتصرفات داخل المنظمة في أي من مجالاتها أو أنشطتها الإدارية والتنظيمية، فهي تحدد لنا ما يجب وما ينبغي القيام به، وتحدد لنا أيضا ما يجب وما ينبغي عدم القيام به. تحدد لنا السلوك المرغوب والمقبول والسلوك غير المقبول وغير المرغوب. ولابد أن تتضمن بقى هنا عشان يبقى لها القوة بتاعتها، الباور بتاعتها، لابد أن تتضمن العقوبة أو الجزاء الذي سيوقع على من يخالف هذه القاعدة. من يأتي بسلوك غير مرغوب سيوقع عليه جزاء لأنه خرج هنا على القاعدة. طبعا احنا عندنا في المأثورات من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب أو أساء التصرف أو أساء السلوك. وعشان كده بتيجي بقول بسمها قاعدة إدارية، هي ملزمة، قاعدة إدارية هي ضابطة، قاعدة إدارية هي حاكمة، قاعدة إدارية هي فارقة بتفرق السلوك المرغوب بالسلوك غير المرغوب، السلوك المقبول من السلوك غير المقبول. وهي إدارية لأنها ترتبط بمجالات إدارية أو تنظيمية داخل المنظمة. تحدد لنا ماذا يتوقع مننا، ما الذي يتعين علينا أن نقوم به، وما الذي يتعين علينا أن نراعي عدم القيام به في مجالات الأنشطة الإدارية والتنظيمية داخل المنظمة. هناك قواعد تحكم النشاط التسويقي، قواعد تحكم النشاط الإنتاجي. عشان كده بقول دي مجالات الإدارة، مجال عندنا مجال التسويق، مجال الإنتاج، مجال التنظيم، مجال التخطيط، المجالات الرقابية. يبقى إذن هي قواعد بتتعلق بالجوانب الإدارية والتخطيطية اللي موجودة داخل المنظمة، سواء على مستوى الوظائف الإدارية أو على مستوى وظائف المنظمة. إذن ما نتحدث عنه أنه هذه القواعد دي أداة لضبط السلوك، هذه القواعد
هي أداة لضبط السلوك داخل المنظمة، وانتوا عارفين انه الانضباط وضبط السلوك ده بتعتبر من القواعد الرئيسية الهامة بالنسبة لنا داخل المنظمة، حتى تستطيع المنظمة ان تتصرف كوحدة واحدة، وحتى يمكنها ان تتواءم مع اهدافها، وحتى يمكنها ان تحقق ما تسعى اليه من الاهداف ومن الغايات. المصطلح اللي بعد كده اللي هو البروسيجرز، الاجراءات. خلوني يعني كده مع بعض، انتوا فاهمين لما بروح نشتري مثلا، تشتري ثوب او تشتري حاجة من اي متجر، رحت عند يعني ماركس اند سبنسر في الزهران مول، ولا رحت عند سنتر بوينت، ولا رحت عند اي سيتي ماكس او شيء من المحلات دي، او رحت اشتريت جوال او غيره، بيبقى فيه قواعد. يعني مثلا تروح جرير تشتري حاجة، ففي قواعد لما تحب ترجع المنتج مرة تانية او تستبدله، هل كده بتروح تعمل ايه؟ بتاخد المنتج معاك الفاتورة، بتروح لقسم محدد، شخص محدد، بتثبت الكلام اللي معاك، ادى الفاتورة وادى الحاجة اللي عاوز استبدلها او ارجعها، وبالتالي بياخد منك يعني الاجراءات هنا دي بقى اسمها الخطوات التي تضبط عمل ما. الخطوات التي تضبط عمل ما، يعني كيف نؤدي نشاطا او عملا معينا، عمليه الاسترداد، عمليه الاستبدال، عمليه الاسترجاع، دي كلها. مثلا انا بدي على سبيل المثال، مثلا احنا في الجامعه تعيين موظف او تعيين عضو هيئه تدريس، ايه الاجراءات اللي بتتم، ايه الخطوات اللي بتتم؟ يبقى إذن كيف يتم أداء نشاط معين أو عمل معين، ده اللي هي الخطوات المتتبعة لتنفيذ العمل بصورة تفصيلية. أنا رحت بنك الرياض أريد أن أفتح حساب، إيه الإجراءات، إيه الخطوات اللي بتتم؟ أريد أن أستخرج بطاقة ائتمان، إيه الخطوات اللي بتتم؟ أريد أن أحصل على قرض لتمويل شراء سيارة أو لبناء عقار. كل هذه أنشطة أو أعمال بتتم داخل الوحدات المختلفة، ولكن عبر إيه؟ عبر مجموعة من الخطوات المتتبعة المتسلسلة وراء بعضها، متسلسلة منتظمة، بحيث تقود إلى عمل معين أو إلى نشاط معين. الحاصل بقى أنه هذه الخطوات بتبقى بتوضح طريقة تنفيذ العمل بشكل تفصيلي، توضح ايه المستندات المطلوبة، توضح ايه الخطوات المطلوبة، توضح ايه الاجراءات التي تتبع من ذوي الصلاحية. يعني اروح لمين، اعمل ايه، احصل على موافقة من بشأن ايه. خدين بال حضراتكم، يبقى كأنه الإجراءات برضو هي، نخلي بالنا، بتكلم على الإجراءات، بتكلم على القواعد، بتكلم على الثقافة، كل دي لضبط السلوك الإداري، كل هذا لضبط السلوك الإداري والسلوك التنظيمي، لأننا داخل المنظمة وفي العمل الإداري لا يمكن أن نسمح بأعمال إيه؟ بأعمال خارجة على الضوابط، أو أعمال خارجة على المألوف، أو أعمال خارجة على النظام. لابد كل شيء بالنسبة لنا أن يكون منظما، وعشان كده احنا حتى لما جينا عرفنا الإدارة وعمل المدير زمان، فاكرين كنا نقول ايه، هي عملية، الإدارة هي عملية بتسعى لتحقيق هدف باستخدام موارد، عملية، عملية يعني أنشطة منظمة متجانسة متكاملة. التجانس والتنظيم بيأتي من أين؟ بيأتي من الضوابط اللي بتحكمه، اللي تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا مخالف وهذا مقبول، دي اللي بسميها القواعد وبسميها الإجراءات. وكما اتفقنا فهي جعلت لتوضيح كيفية أداء النشاط، مش مجرد الإيضاح فقط، ولكنها تضبط خطوات إنجاز عمل ما أو تحقيق هدف معين أو الوصول إلى نتيجة معينة. بنأتي هنا إلى موضوع التكتيك. التكتيك دايما إحنا في الاستراتيجيات نتكلم على الإيه، على نقول والله في جانب استراتيجي
وفي جانب تكتيكي. الاستراتيجية مستقبلية ولكنها لمدى أطول، والاستراتيجية تتسم بالعمومية، أما التكتيك هي الحكاية. نشوف مع بعض. يقول لك التكتيك هو إيه؟ التكتيك هو الوسيلة أو الطريقة التي يمكن باستخدامها تنفيذ أحد المجالات الاستراتيجية. يعني أنا عندي استراتيجيات، مثلا استراتيجية التعليم، استراتيجية التعليم اللي بيني وبينكم، هناك استراتيجية أنا أريد أن أنقل لكم مقرر معين أو أدرس لكم مقرر معين، فأستخدم مرة الباوربوينت، مرة تانية ربما أستخدم فيلما تعليميا، مرة تالتة أعطي المحاضرة بالصوت والصورة، مرة رابعة أخليها بالصوت فقط، مرة يعني واخدين بالكم، مرة تبقى بالصوت مع الباور. يعني هذه التنويعات الهدف منها أنها وسائل تنفيذية. طبعا هي بتتنوع عشان أحاول أعمل نوع من جذب الانتباه، أعمل نوع من الإثارة في التعامل بحيث أنه يصل الغرض اللي أنا عاوز أوصل. لكن بقول إنها وهي وسائل وطرق يمكن أن أنا أستخدمها، بس الغرض من استخدامها مش مجرد استخدام فقط، ولكنها بتساعد في عملية التنفيذ، أو هي وسيلتي لعملية التنفيذ في المجالات الاستراتيجية المختلفة. لما باجي أفرق ما بين الاستراتيجية والتكتيك سأجد أنه هناك مجالات أو هناك عناصر لعملية التفرقة بين الاستراتيجية والتكتيك، من حيث حجم العمل، من حيث الإمكانات، من حيث الموارد المطلوبة في كل منهما، من حيث نطاق الاهتمام، نسبة الوقت المتاح لتنفيذ أي منهما، الموارد البشرية وطبيعتها المخصصة للنهوض بكل منها. يعني إذن هنا إيه مجالات، ما أقدرش أقول إنه التكتيك هو نفسه الاستراتيجية، ولكن بقول إن التكتيك أداة تنفيذية، أداة تستخدم لإيه؟ تستخدم لتحقيق المجالات الاستراتيجية اللي احنا بنتكلم عليها. عندي مجال الربحية كمجال استراتيجي، عندي مجال التوظيف كمجال استراتيجي، عندي استراتيجية السوق والعملاء، دي كلها مجالات استراتيجية. في كل منها يجب ان انا استخدم التكتيكات او الاساليب او الوسائل التي تمكنني من عملية التحقيق، عملية الإنجاز. يبقى إذن الاستراتيجية هي أداة تخطيطية. معنا عشان كده فاكرين لما قلت لكم أنا بعبد الطريق بين اللي بيساعدني على عملية الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المرغوب، عبدت الطريق عشان أصل لابد من استخدام التكتيك اللي هي الأدوات والوسائل والطرق التي تمكنني بقى من العملية التنفيذية، بحيث ان انا استطيع الانجاز بشكل تفصيلي. وزي ما قلت لحضراتكم هناك فروق واضحه، اوعى حد يختلط عليه الامر ويقول ان الاستراتيجيه هي التكتيك او العكس. لا، الاستراتيجيه مجالها اوسع، مدتها اطول، بتتسم بالعموميه. التكتيك يتعلق بالتنفيذ، التكتيك يتعلق بالتنفيذ. الاستراتيجية يلزمها مجموعة من التكتيكات، التكتيكات بتبقى منبثقة من استراتيجية معينة أو من مجال استراتيجي معين بحيث يقود إلى عملية التنفيذ. أمر بقى متوقف على حجم العمل في كل منهما، الإمكانات المتاحة، أيضا الموارد، حتى الموارد البشرية لها طبيعة خاصة. الموارد البشرية الاستراتيجية تختلف عن الموارد البشرية التكتيكية، طريقة التفكير، منهجية التفكير، أساليب التفكير، أساليب العمل. الشخص التكتيكي يغوص في التفاصيل، الشخص الاستراتيجي يتسم بالعمومية ولا يشغل نفسه بالتفاصيل. الوقت المتاح، الاستراتيجية بتبقى بعيدة المدى. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت انه من يعني لظروف الأمور الرهينة بتبقى من 3 إلى 5 سنوات، أما التكتيك فبيبقى العمل التنفيذي التشغيلي لفترات محدودة أقل من السنة، لأنه عمل تنفيذي أو عمل إيه اللي يتعلق بالتشغيل.
هناك بقى الميزانيات البادجت. البادجت الميزانيات هي دي عبارة عن ايه؟ هي ترجمة رقمية لخطط وبرامج المنظمة. قوائم انتوا عارفينها بتبقى تتضمن قيما مادية ومالية، فيها جوانب بقى يعني دايما جانبين متقابل، الإيرادات يقابلها المصروفات، الأصول يقابلها الخصوم، المصادر يقابلها الاستخدامات. يبقى إذا البادجت دي بتقوم على فكرة الايه؟ على فكرة وجود الجانبين، يعني لأنه هي حتى اسمها ميزانية أي قائمة على عملية التوازن. ميزانية أي قائمة على عملية الايه؟ على عملية التوازن والتقابل ما بين جانبين. لكن اللي انا عاوز اقوله ايه؟ ان لاحظوا ان احنا بنقول انها ترجمة رقمية يعني بالارقام. خطط المنظمة اللي بتقول عاوزين نحقق طفرة في المبيعات وزيادة في الارباح دي بتترجم الى ارقام. اقول والله بقى نخلي بالنا هنا انه في الحياة احنا بنسمع مصطلحين، الميزانية والموازنة. الميزانية والموازنة، خلي بالكم اصحوا معايا هجيب الكلام ده في الامتحان، اصحوا. كلاهما يتضمن ارقام، كلاهما يتضمن ارقام، ولكن شتان ما بينهما، في فرق كبير بينهما. في حين الارقام اللي موجودة في الميزانية، الارقام اللي موجودة في الميزانية تكون ارقاما فعلية عن نتائج تحققت فعلا، مبيعات فعلية، أرباح فعلية، مشتريات فعلية. يبقى لما بقول كده في الميزانية. أما الموازنات فهي الأرقام اللي فيها أرقام تقديرية. أرقام إيه؟ تقديرية، لأنها في هذه الحالة بتستخدم كعملية تخطيطية. فأول ما تسمع مصطلح الموازنة يبقى بيقصد، بعض الناس يستخدم يقول الميزانية التقديرية، ماشي. طبعا الكلمة الموازنة هي الأدق، الموازنة بتتضمن أرقام تقديرية، الميزانية لازم تتضمن الأرقام الفعلية. أما إذا كانت الميزانية ستتضمن أرقام تقديرية يبقى بسمها الميزانية التقديرية. بعض الناس يقولوا الموازنة التقديرية، خلاص يعني بيؤكد. لكن زي ما قلت لكم الفرق بين الاثنين، لكن بتلاحظ أنه هذه القوائم بتعد على فلسفة أو على قاعدة مهمة جدا. ايه القاعدة دي؟ اللي هي التقابل. عندي دايما مجالين او جانبين متقابلين، فالايرادات كجانب يقابلها جانب المصروفات، الاصول يجانبها يواجهها جانب الخصوم، المصادر يقابلها الاستخدام. يبقى اذا دايما فكرة الميزانية اللي قائمة على عملية التوازن ما بين الجانبين، قاعدة التوازن ما بين الجانبين، وهي تتعدد مستوياتها زي ما قلت لكم، إما أن تأخذ شكل الموازنة التقديرية التي تعد في بداية الفترة الزمنية، حطوا شكل موازنة تقديرية، أرقام تقديرية في بداية الفترة الزمنية، ولكنها حين تعد في نهاية الفترة الزمنية بتستخدم بقى الأرقام الحقيقية، أرقام الفعلية التي تحققت، فبسميها ميزانية. وبالتالي كأن الموازنات أو الميزانيات تستخدم لأغراض تخطيطية وأغراض رقابية في نفس الوقت. طبعا الكلام مفيش فيه جديد، ما زمان انتوا بتعلموا معنا مبادئ الإدارة، قلنا تخطيط بيتضمن عمل رقابي والرقابة بتتضمن عمل تخطيطي. مش كنا بنحدد المعيار اللي بنقيس عليه مدى العمليات التخطيطية؟ فالموازنة هنا بتتضمن معيار، مبيعاتي قد ايه، مصروفاتي قد ايه كده، يبقى ده معيار. لما بيتم العمل وفي نهاية الفترة منها بنجيب الارقام الفعلية وبنعمل عملية المقارنة، فكأنه هنا العملية الرقابية اقترنت مع العملية التخطيطية، وده امر طبيعي دايما في كل المراحل بتاعتنا، التخطيط يبقى مرتبط بالايه؟ بالرقابة في نفس الوقت. العولمة الإدارية اللي هي Management Globalization. Management Globalization، أولا أنا عاوز أنه
يكون واضح أمام حضراتكم أن كلمة العولمة والمظاهر بتاعتها لا سنتحدث عنها الآن، إنما بدأ الحديث عنها من سنة 1980. أحد العلماء أو الكتاب في جامعة هارفارد اسمه تيودور لافايت، يمكن قلت لحضراتكم قبل كده، تيودور لافايت قال انه خلاص عصر الدول والشركات الدولية بينتهي وبيبدأ عصر الكون والشركات الكونية. هو اول من بشر بموضوع العولمة. بدأ الآن الاتجاه نحو لأنه إيه؟ الحروب التجارية اللي كانت بتتم، حروب التجارة العالمية، وجود المعوقات، اتجاه الدول لفرض الضرائب والرسوم الجمركية، يعني مما يحد من حركة التجارة العالمية. العولمة كانت بتتطلب بقى العكس، للسفر للسفر السير، دعه يعمل، دعه يمر، رأس المال والعمالة والثقافة والمنتجات والتجارة. بالتالي انه احنا كنا بنطلب توجهات استراتيجية نحو تحرير التجارة العالمية، ان يكون لدينا اتجاه استراتيجي في كل دول العالم نحو تحرير التجارة العالمية، بحيث انه يعني الظواهر الاقتصادية والاجتماعية بدأت تنظم أداء الدول وأداء الجهات المختلفة في الدولة الواحدة، بحيث أنه بتنتقل المنتجات وتنتقل الأعمال وتنتقل رؤوس الأموال بسلاسة عبر الحدود الوطنية للدول المختلفة. صدرت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة اللي يسموها اتفاقية الجات، وبعدين اتحولت الى منظمة التجارة العالمية، وظهرت العديد من التنظيمات الدولية والمجالس الاقليمية، زي مثلا كلمة الاسيان بنتكلم على مجلس التعاون الخليجي، بنتكلم على الكوميسا في افريقيا، بنتكلم على الاتحاد الاوروبي وهكذا. كلهم بقى لهم يعني شق سياسي وشق اقتصادي وشق اجتماعي، لكنها كلها قائمة الاساس بتاعها هي عملية تحرير التجارة العالمية، كلها تتطلب تحرير التجارة العالمية. ان عولمة الادارة تقوم او تؤسس او تدعم او ترسخ فكر او نهج تحرير التجارة العالمية والقضاء على ما يعترضها من معوقات. بدأنا حتى عشان نوحد المقاييس اللي يبقى فيه، المقاييس الأمريكية هي نفسها اللي موجودة في السعودية، هي نفسها اللي موجودة في إفريقيا. فبدأ نشأت عندنا اللي هي هيئة المقاييس والمعايير الدولية، الأيزو International Standardization Organization، المنظمة القائمة على التقييس والمعايير الدولية اللي بتحاول توقع عشان يبقى عندنا مقاييس موحدة. فلما نقول دي حاصلة على الايزو، طبعا الايزو ده موضوع يعني لن اتحدث عنه الان لانه مجاله كبير، لكن عندنا الايزو اللي بينظم مثلا مجموعة 9000 اللي بتتكلم عن الادارة، مجموعة 14000 اللي بتتكلم عن البيئة وغيرها من المعايير. لكن ما يعنينا هنا انه اصبحت هناك مقاييس ومعايير عالمية بتطبق في كافة انحاء العالم عشان تضبط الثورة وتضبط عملية القضاء على المعوقات التي تعترض التجارة العالمية. الإدارة اليابانية وتطبيقاتها المختلفة وغزوها، يعني من الأشياء الطريفة لما بعض الشركات حصل اندماج ما بين بعض الشركات اليابانية والشركات الأمريكية، المسؤولين اليابانيين قالوا مش هنناقش ولا نفاوض في التفاصيل، لكن فقط الشرط الوحيد الذي نطلبه هو انه سيتم ادارة هذه الشركة بنهج او بنمط الادارة اليابانية. لها معالم واشياء انتوا تعرفتوا عليها وانتوا بتدرسوا مبادئ الادارة. اذا الادارة اليابانية في ظل العولمة غزت المنظمات الامريكية،
غزت الكثير من دول العالم. احنا في كثير من في التطبيقات بتاعتنا احنا بنتكلم على الجيت جاست ان تايم، بنتكلم على حتى تطبيقات التي كيو ام اللي بدأ تطبيقها اساسا في اليابان وغيرها. حصل ايضا ثورة التكنولوجيا والاتصالات وتوجهات الادارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والحوكمة، كل دي عوامل كلها بتنطلق من فكرة انه عولمة الادارة او الاداء الاداري على مستوى العالم. طيب تعالوا بقى نخش كده بشكل ادق شوية، من هو المدير الاستراتيجي؟ استراتيجيك مانجر. هي اي مدير يسأل نفسه هل انا مدير استراتيجي؟ يجيب عن ذلك لما نعرف من هو المدير الاستراتيجي. المدير الاستراتيجي كل شخص يهتم برسم رسالة المنظمة بوضوح، يصوغ سبب إيجاد المنظمة، يصوغ المهام الخاصة بالمنظمة، ويصوغ أيضا غايات المنظمة إيه، ويصوغ استراتيجيتها اللي هي بيعبد الطريق بين to move from here to there زي ما قلت لحضراتكم، الانتقال من وضع إلى وضع آخر، ويسعى لتطبيق هذه الاستراتيجية في مدى زمني بعيد. يبقى إذن من هو المدير الاستراتيجي؟ ده الخصائص، هو مدير حتى نمطه في التفكير هو النمط التفكير الاستراتيجي. اهتماماته رسم الرسالة، تحديد الغايات، صياغة وتكوين الاستراتيجية التي تقود، واحنا قلنا بقى الصياغة والتطبيق والمراجعة، ثلاث مراحل بالنسبة لنا في الأداء الاستراتيجي. الشخص الذي يقوم بذلك ده اللي أنا بسميه المدير الاستراتيجي. عمله عادة بيبقى على المدى الزمني الطويل، وهو ينتمي إلى توب مانجمنت، هو أحد قيادات الإدارة العليا داخل المنظمة. البرامج دي مجموعة أنشطة أو أعمال يتعين القيام بها، مجموعة أنشطة أو أعمال يجب إتمامها بخطوات متسلسلة حتى نصل لهدف معين. يعني إذا أنا بنظم بيبقى عندي منهج سيستماتيك في الوصول إلى النتائج التي أريد أن أصل إليها. كلمة البرنامج إذن هو مجموعة أنشطة وأعمال منظمة متتابعة بتقود إلى نتيجة. وإذا أرفقت عليه أو أضفت إلى كلمة زمني يبقى بسميه البرنامج الزمني، يعني إن الأنشطة اللي موجودة دي بترتبط بأزمنة معينة، ده بيستغرق يوم، ده بيستغرق ساعتين، ده بيستغرق أسبوع، بحيث إنه يتم إنجازها في أنشطة زمنية معينة. وده يعني بنستخدم طرقا أخرى بقى زي خرائط جانت زائد أسلوب بيرت تايم، اللي هي الأساليب والتقنيات اللي بتساعدني على تنظيم الأعمال وتخطيطها بما يؤدي إلى تحقيق النتيجة وفق تسلسل زمني أو تسلسل أو ترتيب معين. نحن الآن إزاء مصطلح في غاية الأهمية، الميزة التنافسية competitive advantage، وحانا نجدها في بعض كتابات يسمها التنافسية competitiveness. وهنا لما بقول ميزة يعني أي أنني أشير إلى مجال يمكن للمنظمة أن يمكن لها إيه؟ أن تتنافس مع الغير، أن تكون أكثر فعالية من منافسيها، أن تكون أكثر كفاءة من منافسيها. يعني المجالات التي تميزها تنافسيا هي تستطيع أن تقود في هذا المجال عن غيرها من المنافسين. بمعنى آخر هي نقطة قوة أو نقاط قوة تميز المنظمة عن خصومها، سواء في المجالات الإنتاجية، في المجالات التسويقية، في التمويل، الموارد البشرية، في الموقع الجغرافي. إذن الميزة التنافسية هي محصلة مجموعة من نقاط القوة. بقول محصلة يعني بأحسب التراكم القوة وأخصم منها نقاط الضعف، فالمحصلة بتكون ميزة تنافسية تستطيع أن تتعامل مع الفرص اللي موجودة في البيئة، وأيضا تعالج التهديدات اللي بتبقى موجودة في الأسواق. عندنا الكفاءة الوظيفية اللي هي functional efficiency
الكفاءة الوظيفية، ودي بقى ايه بتشير الى نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنظمة. ايه جوانب القوة، ايه جوانب الضعف في الوظائف الاساسية او الجوهرية اللي بتتم بالنسبة للمنظمة. واذا كانت نقاط الضعف ليست ميزة، ما فيش حد بيتميز من نقاط ضعفه، لكنها مهمة لانه في ضوءها بنتعرف على مراكز تفوق المنظمات النفسية. لما قلت نقطة ضعف عندي فهي ضعف قياسا بالمنافسين، وبالتالي حين أتعرف على نقاط ضعفي فإنني أتعرف أيضا على نقاط التميز لدى المنافسين. أخيرا نصل إلى الـ Operating Efficiency اللي هي الكفاءة في التشغيل أو كفاءة التشغيل، اللي هي قدرتنا في التغلب على منافسينا في مجالات التشغيلية، مجالات التشغيلية في التسويق والتمويل والإنتاج والبحوث والتطوير. إحنا بقى بنقول يا ترى إيه قدرتنا، ميزتنا النسبية في إن إحنا نتميز ونتغلب على منافسين. بندرس ونحلل نواحي كفاءتنا التشغيلية، ده بيقودنا الى ان احنا نتعرف على المجالات التي تمثل قيمة مضافة بالنسبة لاستراتيجياتنا داخل المنظمة. بالشكل ده الاعزاء ابنائي وبناتي بكون تناولت مع حضراتكم بشكل رئيسي ايه هي اهم المفاهيم والعناصر او المصطلحات الرئيسية في الادارة الاستراتيجية، عسانا ان نكون قد وصلنا الى فهم مشترك لكثير من المصطلحات، لانه احنا دايما قعدت اقول لكم ان احنا عاوزين ضوابط بتضبط سلوكنا، بتضبط تفكيرنا، بتضبط ادائنا. هذا هو ما حاولنا ان احنا نحققه خلال اللقاءات الماضية. ان شاء الله القاكم على الخير، تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة